السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ إن شاء الله هنبدأ الجزء الثاني من المحاضرة رقم 9 والمحاضرة رقم 10. الجزء ده هنبدأ نكمل فيه chapter number 4، خلي بالكم كويس وتابعوني. زي ما قلت لكم هنكمل chapter 4 with continuing the introduction to probability، ودي lecture number 10، وإن شاء الله هنكمل كمان جزء في chapter 5 hopefully نقدر نخلصه. أوكي تابعني عشان لو احتجت ان انا اخليك تبص على حاجة او تدرب حاجة بايدك تقدر. اول حاجة المثال اللي فات لو انت تفتكره بيقول given that probability of A اتحاد B او A union B equal 0.75 و probability of A equal 0.45، بيقول find the probability of B in the following cases. برغم ان احنا قلنا المثال ده قبل كده، لكن المثال ده فعلا مهم ويهمني ان انتوا كلكم فاهمينه، لذلك فضلت ان انا ابدأ بيه عشان افكركم باللي احنا بنعمله. بيقول اوجد the probability of V in each of the following cases. Number one, A and B are mutually exclusive. Once ان انا قلت mutually exclusive تعرف ان الجملة دي غاية في الاهمية او لها معنى، هنشوفه حالا. اوجد B in the case A and B are independent. Find the value of B in case A is a subset of B. أول خطوة هنعملها على طول، لو أنا عندي الـ A والـ B mutually exclusive، الجملة دي معناها إن A و B ما ينفعش يحصلوا مع بعض. يعني the probability of A intersection B equal zero. ده الشيء اللي أنا بستفيده من إن الـ events mutually exclusive. الستيب اللي بعديها على طول انا هختار حاجة من الجيفن ابدأ بيها. الجيفن اهم معلومة فيه ان A union B equal 0.75، يبقى على طول بكتب اللو probability of A union B بيساوي probability of A زائد probability of B، وده بيؤدي الى عندي اليونيون عندي الفاليو of A، يبقى على طول بوديها اليمة التانية، يبقى 0.75 minus 0.45 النتيجة تبقى 0.3 which is great على ال required رقم 2. طبعا الداتا موجودة قدامك اهي ان ال probability of A union B 0.75 probability of A 0.45. عايز احل المسألة تاني، لو ال A وال B are independent، once ان ال ان ال events بتوعي independent يعني لا يعتمدوا على بعض، يبقى ال probability of A intersection B بيساوي ال probability of A times the probability of B. دي الفايدة بتاعت كلمة independent. أنا عارف إن probability of A 0.45 يبقى هضربها في probability of B. بعدين once more هبدأ من اللو بتاع ال addition، يبقى أروح داخل أي probability of A union B بيساوي probability of A زائد probability of B ناقص probability of A intersection B. substitute ال union 0.75 ال A 0.45 ال probability of A intersection B اللي هو 0.45 probability of B من الستيب اللي فاتت. مجرد ما عملت كده هنقل الترمز، يبقى 0.3 بيساوي 0.55 probability of B. اقدر على طول اجيب ال probability of B بيساوي ال 0.3 divided by 0.55، يطلع القيمة اللي عندك. ارجوك check these values. لو انا دخلت على المطلوب اللي بعد كده ان ال A is a subset of B، كلمة ان الـ A جزء من الـ B ده معناه ان تقاطع الـ A مع الـ B بيساوي الـ A. تعال نعيدها تاني، الـ A جزء من B، الـ A is a part from B، their intersection will be A. حاجة الـ A جزء او حاجة صغيرة من الـ B، الـ B دي كبيرة قوي، الـ A دي جواها. لو انا قلت ايه المشترك بين الـ A والـ B هيبقى الـ A، ده المعنى اللي انا قلته. يبقى إذن، وعلى فكرة طب بس اصبر عليا يا سيدنا، لو أنا عوضت بالقانون بتاع الأديشن برضو هيبقى الـ A union B 0.75 probability of A اللي هي 0.45 probability of B بيساوي الميسنج الـ probability of intersection بيساوي probability of A، يبقى على طول من البداية probability of B بيساوي 0.75. على فكرة يا شباب أنا كان ينفع من البداية لما بقول A is a subset of B their intersection gives you A their union give you B their union will give you the value of B.
شكرا. المثال كده خلص. المسألة اللي بعديها ودي برضو حليناها مع بعض وانا حبيت انقلها لك تاني. قلت ان انا عندي الـ A1 والـ A2 وانا قايل لك من البداية ان هما ماتشر اكسكلوسيف. تاني once more، يعني ايه كلمة ماتشر اكسكلوسيف؟ كلمة ماتشر اكسكلوسيف يعني their intersection equal zero، التقاطع بتاعهم بيساوي صفر. الستيب اللي بعديها تعال نحل المطلوب. هو بيقول find the probability of A1 dash او الكمبلمنتري بتاع A1. سهل قوي، هيبقى 1-0.37 على طول في ثانية. هات لي probability of A complementary same way like، هيبقى 1-0.44. خلي بالك من number 3، بيقول get the probability of A1 union A2. معنى انه A1 union A2 ده معناه ان ده بيساوي probability of A1 plus probability of A2 minus probability of their intersection. لو انا جبت الانترسكشن اصلا بيساوي صفر لانه matrix exclusive، يبقى انا لو عملت كده على طول هيطلع الفاليو 0.81. طبعا ستيب نمبر 4 انا بحرج معاك لان بقول لك هات لي الانترسكشن وانت عارف ان هما ماتشر اكسكلوسيف، يعني معناها على طول الدايركت ان الانترسكشن بيساوي. لو انا جيت تاني اهي المساله موجوده قدامك، عايز اجيب المطلوب نمبر 5 اللي انا نمبر 4 اللي انا قلته لك. نمبر 5 بيقول عايز يجيب البروبابيلتي اوف A1 انترسكشن A2 كومبلمنتري. ركز قوي في دي، انا لو بصيت في دي كويس عايز اجيب A1 intersection A2 complementary. لو انا ببص على ده كويس هلاقي ان ده عبارة عن probability بتاعة ال A1 minus probability of their intersection. انا عارف ال intersection بتساوي 0 ويعني ده معناها انها probability of A1 يعني بتساوي 0.37. لو انا قلقان منها ارسم ال Venn diagram اللي انا وريته لك قبل كده. لو بصيت على اللي بعديها لما بقول A1 complementary intersection A2 complementary يعني ده معناه ان probability of A1 union A2 الكل complementary. اروح اجيب اليونيون كان عندي من البداية اطرحه من واحد، يبقى انا جبت ال complementary بتاع الفاليو بتاعت اليونيون فبالتالي هيبقى 0.1. دخلت في الجزء الجديد انا كنت try to tickle it with you last time وهو اللي هو الـ transaction table. الجدول اللي موجود قدامي ده هم بيسموه جدول تقاطعات. المثال ده بيقول ايه؟ بيقول ان انا عندي 100 student. ال 100 student دول انا هدرس ان هم درسوا مادتين وعملت survey، مسكت كل واحد فيهم قلت له تعالى انت مسجل mathematics؟ قال لي ايوه. مسجل design، مادة design؟ قال لي ايوه. قلت له طيب انت عملت ايه في الماثماتكس؟ فرحيلا جبت جود. عملت ايه في الديزاين؟ قال لي جود. رحت حاطط علامة واحد داخل جود مع جود، الكولم مع الرو، الصف مع العمود، وهكذا. فعملت لهم حصر، الحصر ده النتيجة بتاعته. يعني 6% جابوا جود فين؟ في الماثماتكس والديزاين. بعدين بقيت التيبل موجود عندك 6 11 18 وهكذا. بيقول انا عايز احسب البروبابيليتيز الاتية. الجدول ده مستو انك بتقدر تحسب كل انواع البروبابيليتيز اللي انت تقدر تفكر فيها. كمان بيديلي امكانية ان انا اشوف هل actually لو في student في relation between mathematics والديزاين بالنسبة للريزلتس. يعني هل مثلا ما اقصده هل لو ولد جاب very good in mathematics يبقى هيجيب very good in design او vice versa؟ هل لو هو باص في الماثماتكس هيبقى فيل في الديزاين او لا؟ هو ده الجدول ده بيفيدني في كده. تعال نشوف اول خطوة لازم اعملها في الجدول ده. اول حركة لازم اعملها في الجدول ده عمودين عليه، عمود بتاع التوتال vertical وعمود بتاع التوتال horizontal. لذلك لو بصيت على الفيرست رو هتلاقيني قلت 6 plus 11 plus 18 equal 35، جبت التوتال. بص على الرو اللي تحتيه 12 plus 18 plus 10 بيساوي 40. بص على الرو اللي تحتيه 16 plus 5 plus 4 كلهم ب 25. لما بجمع دول كلهم رأسي بيطلع 100. same way like لو انا جد الكولمز، بص على mathematics، بص على كلمة good، جمع النمبر 6 plus 12 plus 16 هتلاقيهم ب 34.
same way like 11 plus 18 plus 5 is 34. And also in the fail case, it will be 32. Add 34 plus 34 plus 32, it will be 100. يبقى أنا دلوقتي عرفت إن التوتال بيساوي 100. طبعا الصم بتاع العمدان لازم يساوي الصم بتاع الروز لأن هم أساسا 100 student فهم 100 حالة موجودة قدامي. بيقول إحنا هنكونسيدر إن الماثماتكس برمز A عشان السهولة يعني, والأركتشيتشرال ديزاين بيساوي B. تعال بص كده بيقول إيه. بيقول find the probability a student having a good in mathematics and in design. معنى كده انه عايز يجيب A intersection B. عشان اعمل دي هخش اشوف good in mathematics و good in design, اقوم اروح على اول كلمة mathematics اروح عند good, وكلمة design اروح عند good. الانترسكشن بتاعهم هما الاثنين بسكس. يبقى اذا ده معناه ان البروبابيليتي بتاعت good in A and good in B بيساوي GA intersection JB, شوف انا كتبها لك ازاي, بيساوي 6 على 100, يبقى 0.06. يبقى عدد الطلبه اللي جاب good in A و good in B بيساوي 0.06. كلام تاني, لو انا عايز اوجد المطلوب اللي بعديه good in mathematics and failed in architectural design, يعني ده معناه GA intersection FB اهو GA intersection FB. هروح عند الgood in mathematics وfail in design اللي هما 16, يبقى ده 16/100, يبقى بيساوي 0.16. same way like لو انا عايز اجيب students having good in mathematics given that استنى he failed in architectural design. يعني ايه؟ يعني عايز اجيب probability of GA شرطة او given that او under the condition ان هو FB. لو انا عملت الموضوع ده اهله, افتكر ان انا في السلايد بتاعت المرات المرة اللي فاتت او الليكشور اللي فاتت قلت لك القانون بتاع الديبندنس اهميته. In case we have independent events, the probability of A intersection B بيساوي probability of A given B times probability of V. الفايدة بتاعت القانون ده ان انا اجيب الconditional probability اللي قدامي. الprobability بتقول ايه؟ بتقول هات لي احتمال ان الاقي ولد من الولاد جايب good في الماثماتكس بس تحت شرط ان هو failed in design. على طول بطبق في اللو ده, يعني مطلوب ان انا اجيب good in A and F in B. تعال نجيب good in A and F in B. good in A and F in B بيساوي 16 على 100, واقسمه على fail in B او fail in design. الفيل in design 25 اهو, يبقى انا عندي 16 على, خلي بالك دي فيها غلطة, good in A وfail in B بيساوي 16. تاني الرقم اللي فوق ده مش 18, 16, هيبقى 16 على 100 مقسوم على 25 على 100, عدل الرقم ده. دي النقطة دي كانت غلط عندي, اوكي روعة عدلها. تاني لو انا عندي نفس ال اوكي هننقل على مسألة تانية. طبعا المثال اللي فات ده من الامثلة المشهورة قوي وانا بجيبه باستمرار او جبته كتير, وتوقع ان هجيب لك حاجة زيه ان شاء الله من غير مقاطعة باذن الله, احتمال كبير جدا هجيب لك حاجة زيه بالظبط ان شاء الله من غير مقاطعة. شكرا. تعال بقى بص على المسألة الجديدة اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. المسألة اللي موجودة قدامي دي بتشرح ايه؟ اولا التيبل اللي موجود قدامك مش كامل, ترانزكشن تيبل ده. بيقول انا عندي two products A1 و A2 ومعرض ان اليونتس بتوعي يبقوا defective او not defective. الدي اختصار defective يعني بايظة او معيبة, not defective يعني سليمة. فالراجل عمل ايه؟ دخل خد 5000 عينة من خطين الانتاج بتوعه A1 و A2, لقى ان النوت ديفكتيف من الـ A1 بيساوي 3600, ولقى ان التوتال بتاع A2 1000 قطعة, المجموع ب 5000. عايز اكمل الجدول. طبعا لعبة ظريفة قوي, ازاي اكمل الجدول؟ بص كويس كده, شوف ازاي ههكت. انا عندي 5000 و 1000, انا عارف ان الخانة الاولانية زائد الـ 1000 لازم يساوي 5000, يبقى انا اقول 5000 ناقص 1000, عرفت ان التوتال اللي فوق ب 4000. انا عارف في اول رو
ان التوتال ب 4000 وان نوت ديفكتيف ب 3600 يبقى الديفكتيف ب 400. بعد ما جبت ان الديفكتيف ب 400 عرفت ان الديفكتيف في A2 بيساوي 200. ليه؟ لان انا عندي ان ده 400 والاجمالي 600 يبقى الفرق بينهم 200. مجرد ان عرفت ان دي 200 هطرحها من ال1000 عرفت ان النوت ديفكتيف من الاي بي يساوي 800. لو جمعت ال3 ال3600 زائد القيمه بتاعت ال800 هيديني 4400 اللي هو بلس 600 دي 5000. احنا مظبوطين. بعدين اوجد البروبابيليتيز اللي تحت دي كلها. العمليه سهله جدا. اكمل التيبل. انا كملته اهو اللي انا حليته معاك من شويه. طبعا انا حاولت اعلم على السلايدز المختلفه او على الاماكن الفاضيه باللون الجراي ده عشان اوضح لك تاني ازاي تقدر تعملها. طبعا المساله عندك في البي دي اف بتاع الفصل. الحركه اللي بعديها دايركت. انا عايز اجد بروبابيليتي اوف اي 1. الامر سهل. هخش عند الرو اللي قدامه اي 1 وامشي هوريزونتال هلاقي ان التوتال ب 4000. هقسم ال 4000 على 5000. يبقى 5000 ناقص 1000 بيدينا 4000 اللي هو 0.8. لو انا عايز اجيب probability of A1 intersection not defective يبقى اخش horizontal عند ال A1 و vertical عند ال not defective هلاقيهم ب 3000 او 3600. اروح 3600 على 5000 يديني 0.72. الستيب اللي بعديها عايز اجيب probability of not defective. لو انا جبت عايز اجيب probability of not defective الصم بتاع not defective ب 4400 هقسمه على 5000 يبقى 0.88. طيب لو عايز اجيب انها A1 بس under the condition انها not defective افتكر تاني هروح اجيب ال intersection يعني A1 intersection not defective واروح اسمه على not probability of not defective. اهو اول حاجة هجيب A1 intersection in not defective اللي هو ب 3600 على 5000 اقسمهم على النوت ديفكتيف اللي هم 4400 على ال 5000 طلعت القيمه بتاعتي. الحركه اللي بعديها لو انا عايز اجيب اي 1 اور نوت ديفكتيف يعني عايز اوجد البروبابيليتي اوف فيرست برودكت اور نوت ديفكتيف الامر سهل قوي. هجيب بروبابيليتي اوف اي 1 زائد بروبابيليتي اوف نوت ديفكتيف ناقص البروبابيليتي اوف ذير انترسكشن كله موجود عندي في الجدول طلع 0.96. طيب لو انا عايز اجيب probability of not defective given that A1 خلي بالك يبقى اروح اجيب probability of A1 not defective اللي هم 3600 over 5000 يعني 3600 على 5000 اقسمهم على probability of A1 اللي هو 4000 على 5000 لما اعمل كده هلاقيه بيساوي 0.9. ريمارك لاحظ 4 و6 ما بيساووش بعض. لاحظ 4 وستة ما بيساووش بعض خلي بالك من دي كويس. خلصت الفصل الرابع واخش في الفصل الخامس. الفصل الخامس من الفصول مهمة قوي لانه ببساطة هو تمهيد للفصل رقم ستة اللي هو بدرس فيه النورمال ديستريبيوشن. لما خلص معاك الفصل رقم خمسة ده هقولك ايه الحاجات المهمة جدا جدا فيه فارجوك تابعني قوي. سهل جدا جدا وهو continuation للجزء بتاع probability وهربطه مع الجزء بتاع statistics فأرجوك خليك معي. أول خطوة هو الشابتر دي اسمه various probability distributions. يعني ايه various probability distributions؟ هو بيقول ان probability distribution describes the range of possible values that a random variable can attain and the probability that the value of the random variable is written is within any measurable subset of that range. الجملة الأولانية دي معناها إيه؟ أول حاجة أنا عايز أعمل probability distribution. لو تفتكر يعني إيه probability distribution؟ استنى فاكر كلمة distribution دي ظهرت فين؟ فاكر frequency distribution؟ الله أنت فاكر relative frequency؟ ما هو الريلاتيف فريكوينسي هو البروبابيليتي يعني الجدول اللي فيه الفريكوينسيز اللي هو الفريكوينسي ديستريبيوشن سهل قوي خليه بروبابيليتي ديستريبيوشن. لو انا عملت بروبابيليتي ديستريبيوشن ده معناه ان البروبابيليتيز بتاعتي هتبقى within الديستريبيوشن ده او داخل الجدول ده
ده المعنى بتاع الباراجراف. علشان اتكلم على probability distribution لازم اعرف ان في نوعين من انواع البيانات. افتكر كان عندي حاجة اسمها discrete variable و continuous variable. يعني ايه discrete؟ يعني باخده by backing. يعني ايه continuous؟ يعني بيحتمل وجود fractions او decimal بينه وبين بعض او variable بيقبل ده. قبل ما اخش في دول تعالى نفكر تاني ايه هو random variable. random variable اللي هو x الرمز بتاعه هنا which is a numerical quantity. اكيد طبعا بيقول that expresses value is determined by chance. معنى الكلام بتاع random variable، انا لو عملت اي تجربة، فاكر لما كنت قلت لك it's a probability experiment، لما بعمل اي تجربة انا عارف ايه الـ outcomes بتوعها بس مش عارف انه فيهم اللي هيحصل. لما اجري التجربة بتاعتي وانا unbiased غير متحيز تماما، ده معناه random variable او randomly selected. بص احنا كلنا عارفين يعني ان شاء الله ان في دخل السنة الجاية، بس انت ما تعرفش بالتأكيد الدخل ده يبقى كام. شوف كده بيقول ايه، for instance our income next year، ده هيبقى random variable. the amount of money we will lose، الفلوس اللي انت هتفقدها الشهر ده، هو اكيد هتصرف، بس هتصرف كام؟ يعني انت متأكد من البداية؟ لا، لان ممكن يحصل شيئا ما فجأة يخليك تضطر انك تصرف اكتر. السكور اللي انت هتجيبه نيكست اكزام، انا دايما بطلع ان شاء الله كلنا كده دايما بطلع الاول او احنا بنطلع الاوائل. بس هل الاكزام اللي جاي انت ضامن ده؟ انت متأكد من؟ لا، ده الديبند ان هو راندوم فاريبل، يمكن تجيب درجة كويسة او يمكن لا. ده معنى كلمة راندوم فاريبل. لو بصيت يعني ايه probability distribution، تعريفه it's a distribution the probability distribution a value that provides a probability for each possible value of a random variable and is equal to the relative frequency. فكرة ال probability distribution هي بالضبط ال frequency distribution، هتشوفها دلوقتي في table هوريها لك بالضبط. طيب يعني ايه discrete random variable؟ ده معناه ان any variable that can assume only integer by counting like the number of arrivals in a flight, the number that may appear in tossing a die، ده معناه discrete random variable. يبقى انا عرفت يعني ايه random variable، حاجة بتحصل by chance. يعني ايه discrete؟ يعني دايما هيبقى ارقام solids مفيش بينها continuity، زي عدد الموظفين في 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 في, في certain department، زي عدد ال arrival في certain مثلا terminal and so on. طبعا الـ continuous random variable هو النوع من الـ variables اللي بيقبل وجود physical measurement، زي مثلا الـ weight، زي الـ distances، زي temperatures، زي أي variable generally an engineering variable، ده بيبقى continuous variable. يبقى إذا أنت لو قريته يقول involves physical measurements. In other words it might assume any value over a continuous range of random variables. بص في حاجتين أنا بعرفهم بالنسبة لأي probability distribution، يعني بالنسبة لأي جدول توزيع، هو اسمه المفروض جدول توزيع احتمالي، بس يعني خلينا نقول جدول توزيع لغاية لما نشوف مسألة دلوقتي. في حاجة اسمها الـ expected value اللي هي بتلعب دور المتوسط أو الـ average بالنسبة للبروبابيليتي ديستريبيوشن. فاكر الجدول اللي احنا خدناه في فصل رقم 3؟ مش انا كنت بطلب منك المين اللي هو اكس بار؟ اهو الاكسبكتد فاليو هي الاكس بار بس بتاعت البروبابيليتي ديستريبيوشن. فاكر في الفريكوينسي ديستريبيوشن اما كنت بقول لك اوجد الفاريانس اللي هو كان الرمز بتاعه اس تربيع؟ هنا البروبابيليتي ديستريبيوشن له فاريانس بيبقى رمزه سيجما سكوير، وبيبقى بقدر اجيبه اعتمادا على جدول التوزيع. دول القانونين بتوعه، بصوا كويس، الميو اللي هو الاكس بار يعني هناك، بس انا هنا برمز له برمز ميو لانه بيبقى اقرب للمجتمع، بيساوي اكس اي اللي هي الاوبزرفيشنز في البروبابيليتي بتاعت اكس اي. لو انت واخد بالك قوي قوي قوي، ما هي اكس اي في اف اي على ان ولا ايه؟ ما هو انت دلوقتي عارف ان اف اي على ان هي البروبابيليتي، مش انت عارف ان الريلاتيف فريكوينسي هو الاحتمال؟ مش ده اللي خدناه من اول تاني محاضره؟
دايما كده بتنسى. برضو انا كاتبها لك تحت، الفاريانس بتاع اي probability distribution نفس الاسلوب اللي فات ده القانون بتاعه. يا اما اقول اكس اي ناقص ميو سكوير في probability، يا اما اجيب اكس اي سكوير الاوبزرفيشن سكوير اضربها في الريلاتيف فريكوينسي بتاع كل واحده واطرح منها الميو سكوير. هنا اسهل من هنا طبعا. لو عايز اجيب الستاندرد ديفيشن الامر سهل قوي، باخد سكوير روت للسيجما خلاص جبت الستاندرد ديفيشن بتاع probability distribution. اعتقد ان احنا فعلا نفسنا نشوف مساله. المساله دي من المسائل الحلوه قوي. المساله دي بيقول ايه؟ بيقول compute the standard deviation and the mean for the following distribution of number of girls in a family with three children. الناس دي نزلت عملت ايه؟ عملوا سيرفي، دخلوا على مجموعه من الاسر اللي عندها اطفال. كل اسره من الاسر دي شرطا يكون عندها 3 اطفال، ودخلت تسال how many girls in your children. اول احتمال او الاكس اي الاولاني zero girls، لقيت فاميلي واحده فيها zero girls. بعدين one girl through three children، بنت واحده في الناس العائلات اللي عندها 3 اطفال. لقيت كام عائله؟ لقيت 3 عائلات. طيب الاسره اللي فيها 3 اطفال بس فيهم منهم بنتين، لقوا 3 عائلات برضو. طيب عايز اسره كلهم بنات ما شاء الله، لقوا برضو أسرة واحدة. يبقى لما جم يعملوا الحسبة بتاعتهم نزلوا يختاروا مجموعة من الأسر كل أسرة عندهم 3 أطفال، يسألوهم انت عندك كام بنت من الثلاث أطفال؟ في ما عندوش خالص كلهم صبيان، في عنده بنت واحدة من الثلاث أطفال، في عنده بنتين من الثلاث أطفال، في عنده 3 بنات هم الثلاث أطفال بتوعه. اصبح الفريكوينسي بيعبر عن العدد. طبعا لو انت فاهم كويس الاكس اي ده عدد البنات، الاف اي عدد الاسر اللي ريلاتيف للاكس اي. لو انا حبيت احطهم في جدول انا حطيتهم في جدول اهو، يبقى صفر بنات، بنت واحده، بنتين، 3 بنات. والفريكوينسي اللي ما فيهاش بنات خالص دي اسره واحده، اللي فيها بنت واحده 3 اسر، اللي فيها بنتين من الاطفال 3، اللي فيها 3 بنات اسره واحده. مجموع الاسر اللي هم اختاروهم يعني العينه بتاعتي 8. اقدر في ثانيه اوجد probability اللي هو relative frequency، هقسم 1 على 8، 3 على 8، 3 على 8. خلاص انا عارف ان الصم بتاع probabilities كلها دايما بيطلع بكام؟ بواحد. الله، زي بالظبط relative frequency، لو انا جبت مجموعهم بيطلعوا واحد. طيب انا عايز اوجد القانون بتاع الاكسبكتد فاليو اللي هو المين. يبقى انا عايز اجيب ان ميو بيساوي الصم بتاع اكس اي probability of اكس اي. اهو طبعا اقدر احسبه الاول، بس يعني انا جبت هنا اكس اي سكوير عشان بحاول اجيب الفارينس. مسكت الزيرو ربعته بصفر، الواحد ربعتها بواحد، الاثنين اللي هي في اول كولم الثيرد رو ربعتها بقت فور، اخر رو اللي هو بتلاتة ربعته بقى بناين. الحركة اللي بعديها جبت اكس اي في probability of اكس اي، لان هو كان مسألني هنا على الستاندرد ديفيشن مندي. على طول ضربت زيرو الكام زيرو في البروبابيليتي بزيرو، واحد في 3 على 8. خلي بالك انا بضرب انه عمود، بضرب العمود الاولاني. اوكي العمود الاولاني انا ربعته، فده معناه 1 2 3 4. العمود الرابع بضربه في العمود الثالث، يبقى 0 في 8، 1 في 3 اوفر 8، 4 في 3 اوفر 8، 9 في 8. لو جمعتهم يطلعوا ب 3. هطبق اللو. اللو بيقول اكس اي بروبابيليتي في اكس اي ناقص ميو سكوير. طبعا الميو اللي هو انك هتضرب probability في اكس اي وطلعت اهي الفاليو بتاعته. طيب ايه probability بتاعت الاكسبكتد فاليو؟ خلي بالك دي مهمه، ممكن يجيبها لك صح وغلط. الاكسبكتد فاليو بتاعت رقم بتساوي نفس الرقم، يعني لو قلت لك هات الاكسبكتد فاليو بتاعت الخمسه، لانها خمسه. طب هات الاكسبكتد فاليو بتاع سته، هيبقى برضو بسته. تاني الاكسبكتد فاليو على المتوسط الحسابي. يعني لو حضرتك انا جيت اقول لك ايه؟ هو ايه المتوسط الحسابي بتاع الخمسة؟ يبقى خمسة. متوسط الحسابي بتاع ستة؟ هيبقى ستة. ما قول ايه stand for متوسط الحسابي او المين يعني. الاكسبكتد بتاع a times x، هاخد ال a برة، يبقى ده معناه يعني لو بقول هات الاكسبكتد فاليو بتاعت 2x، بتاعت 3x،
يبقى طلع التلاتة بره وبيساوي التلاتة الاكسبكتد فاليو بتاعت الاكس. بص على اللون اللي بعديها، اكسبكتد بتاع الاي اكس زائد بي بيساوي اي في اي اكس زائد بي. ولو انا بصيت على الاي اكس تربيع، الاكسبكتد بتاع الاكس تربيع لا يساوي الاكسبكتد بتاع الاكس الكل تربيع. دول ممكن اجيبهم لك صح وغلط. البروبابيليتي اوف فاريانس، لو انا جيت اجيب الفاريانس الرقم ثابت لازم يساوي صفر. تعرف حضرتك تجيب لي التباين بتاع الستة بزيرو، التباين بتاع الخمسة اكيد هيبقى بكام؟ هيبقى بزيرو. لو انا عندي فاريانس بتاع اي في اكس تربيع اقدر اطلع الاي بره، يبقى ده اي تربيع في الفاريانس بتاع الاكس. لو انا عندي اي اكس زائد بي يبقى دوت الاي سكوير في الفاريانس بتاع الاكس زائد زيرو. روعة. الحركة اللي بعديها، انا عايز اوجد، او الجزء اللي بعديه وده مهم جدا بقى، ركز قوي. لغاية دلوقتي كل اللي انا قلته قبل كده كان يهمني في الترانسكشن تيبل، يهمني انك تحفظ كويس او تفتكر الاكسبكتد فاليو بروبيريتيز والبروبيريتيز بتاعت الفاريانس، اوكي، اللي هم انا قلتهم لسه من شوية صغيرين في السلايد اللي فات. كمان يهمني القانون بتاع الميو والقانون بتاع الفاريانس في حالة البروبابيليتي ديستريبيوشن. دول مجموعة الحاجات المهمة اللي عندك ورا. اللي انا هتكلم عليه دلوقتي عايز اتكلم على حاجة اسمها باينوميال بروبابيليتي. ده نوع من انواع البروبابيليتيز اللي احنا بنحتاجه كتير قوي. طب ايه هو الباينوميال اصلا؟ ببساطة خالص الباينوميال ده هو اسلوب او قانون انا بستخدمه عشان احسب الاحتمالات بتاعة التجارب، تكرار التجارب اللي لها مخرجين. ايوه انا سمعتك على فكرة. انا عارف بتقولي مش فاهم حاجة، هقولك تاني. الباينوميال بروبابيليتي ده بحسب بيه تكرار التجارب اللي ليها مخرجين. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا بقولك اوجدي احتمال اتنين تيل في رمية في فليبنج اكوين في عملية زق لعملة ست مرات. تاني، همسك عملة كوين and we will flip it for how many times? 6 times. يعني همسك الكوين وعملها تريك، ادي واحد تريك، ادي التاني تريك، تالتة رابعة خمسة ستة، وكل مرة بسجل الاوتكم. ايه هو احتمال ان انا اجيب اتنين تيل في الست رميات دول؟ بلاش. انا عارف ان البروبابيليتي اوف ا بوي اور ا فيميل، لو واحدة بريجننت، لو واحدة حامل، ايه احتمال انها تجيب ولد او احتمال انها تجيب بنت؟ 50%. طيب انا عايزك تجيب لي احتمال لو انا عندي ستات حوامل، ايه احتمال انهم يجيبوا بنتين من النيو بورن، من الاطفال اللي جات دول؟ الباينوميال بروبابيليتي بيقيس ده، بيقيس تكرار التجارب اللي لها مخرجين. التجارب اللي لها مخرجين اسمها برنولي بروسس. لذلك لو جيت تقرا فوق بيقول the binomial probability is an it to evaluate repetition of a Bernoulli process. مين هي البرنولي بروسس؟ كل البروبابيليتي اكسبيرمنتس اللي لهم تو اوتكمز. طب اللو خلاص، الباينوميال هو قانون. الباينوميال بيقول ايه؟ بيقول ان سي اكس في باي تو ذا باور اوف اكس 1 ماينس باي تو ذا باور اوف ان ماينس اكس. اللو ده موجود عندك في الورق. طبعا ان سي اكس ده كومباينيشن، فبيقول كولكتنج اكس اوت اوف ان. الباي باور اكس ده عدد مرات النجاح، عدد مرات السكسس. 1 ماينس باي عدد مرات الفيلير تو ذا باور اوف ان ماينس اكس. طبعا الكلام ده مكتوب عندك. ان ذا توتال نمبر اوف اوتكمز اذ ذا توتال نمبر اوف ريبيتيشنز. X is the required number to be evaluated by the ability of success of individual experiment. طبعا المين، لو انا حبيت اجيب المين بتاع الباينوميال بيساوي n في y. فاكر المين الاكسبكتد فاليو اللي انا كنت قايل لك عليها من شويه؟ بس بتاعها سهل قوي، بيبقى n في y في 1 ناقص y. يبقى انا عرفت المين والفاريانس وعرفت ازاي بحسبه. طبعا الستاندرد هيبقى الجذر، ده امر سهل قوي. خلي بالك يعني ايه ncx، افتكر انت خدته قبل كده
بيساوي فاكتوريال ان ديفايدد باي فاكتوريال اكس في فاكتوريال ان ناقص اكس. بالأغنية مضروب فاكتوريال اللي فوق، مش هو ان وسي واكس، يبقى مضروب اللي فوق على مضروب اللي تحت على مضروب الفرق بينهم. كلمة فاكتوريال يعني فاكتوريال ان هي ان في ان ناقص واحد في ان ناقص اتنين لغاية لما توصل لتلاتة. تعال نبص المثال اللي جاي ده. المثال ده من الأمثلة الخطيرة، أنا شخصيا بحبه قوي، يمكن عشان عندي هايبرتنشن. بيقول a new drug for blood pressure is being tested and the probabilities that it success on one patient is 0.3. يعني في دواء جديد احنا هنختبره، احتمال نجاحه على مريض واحد بيساوي 0.3. a sample of 5 persons، انا خدت عينة من 5 افراد. is it chosen at random، انا خدتها random. evaluate the following probabilities، احسب لي الاحتمالات الاتية. رقم 1 1 is cured. رقم 2 3 patients are completely cured. رقم 3 at least 2 patients is cured. تعال نرجع المسألة تاني. بيقول a new drug for blood pressure is being tested. The probability that it success on one patient is 0.3. أول سؤال، يا ترى دي برنولي بروسيس؟ آه طبعا، لسبب، لأن لو في واحد مريض أنا اديته دواء، المخرج حاجة من اتنين، يا إما الراجل ده تم شفائه يا إما الشخص ده لم يتم شفائه. يبقى أنا عندي باي ده إن العملية نجحت، إن واحد ناقص باي إن الموضوع ما نجحش. السكسس بـ 0.3، يبقى واحد ناقص باي اللي هو الفيلير بيساوي 0.7، أو إنك to fail بيساوي 0.7. يبقى أنا عندي 2 outcomes. يبقى إذن هي برنولي بروسس. هو عايز يعمل إيه؟ هو هيتست الدواء ده على 5، بيقولك احسب لي ان واحد بس تم شفائه. هطبق القانون. القانون بيقول ايه؟ بيقول ان سي اكس، يعني الخمسة عيانين ينفع انه واحد بس اللي يتشفي منهم، يبقى 5 سي واحد. هو احتمال شفاء الواحد لوحده بكام؟ 0.3. يبقى لو واحد اتشفى من الخمسة يبقى في 4 لم يتم شفائهم، يبقى واحد ناقص 0.3 عددهم 4 لو ضربت الداني البروبابيليتي. لو جيت ابص على المسألة نمبر 2، بيقول 3 patients are completely cured. هو انا عندي كام patient اصلا؟ 5. كم واحد تم شفائه؟ 3. يبقى انا will evaluate 5C3. كم واحد احتمال السكسس قد ايه؟ 0.3. ويكرر كم مرة؟ 3 times. الفيلير بك امتى؟ 1 minus 0.3. وهيكرر كم مرة؟ 5 minus 3 ب 2. يوم يديني البروبابيليتي. انا عايز at least 2 patients is cured. دي دايما بجيبها عن طريق complementary law، يعني احسب الاول القيمة بتاعتي دي. لو انا عندي اقل من 2 اللي يطلع اطرحهم، ده معنى complementary. يبقى بتاعي كام مرة؟ مرتين. بص اي مسألة تاني اهو. انا جبت probability of maximum 1 is cured، يعني مرة هطبق القانون 0 cured، مرة هطبق القانون 1 بس اللي cured. يبقى إذن ده هيبقى 5C0 0.3 to the power of 0 1 minus 0.3 to the power of 5 plus 5C1 0.3 power 1 1.1 ناقص 0.3 to the power of 4. هجمع 2 values دول على بعض هيطلعوا 0.52822، هطرحهم من الواحد يبقى 0.47178. عرفت على طول مين تم شفائه، انه على الاقل 2 تم شفائه. معايا يا شباب؟ تمام. الاساينمنت ده مهم قوي، عايزكم تحاولوا تحلوه، خليه معاك لغايه لما اقول لك امتى هتسلمه او ازاي هنلمه منك. ممكن اقول لك نبعته ازاي او هيبان خلال الفتره. بيقول given that probability of A1.59 probability of A2.3 probability of A1 intersection A2.21 find the following probabilities. هات ال probability of A1 union A2، probability of A1 complementary union A2 complementary، وهات لي ال second row. المسألة اللي بعديها حلوة قوي. بيقول أنا عندي educated، عندي two lines. هي المفروض الجدول ده على فكرة الرول الأولاني فوق، شيل كلمة defective دي واكتب educated. I'm sorry، ده برضو أنا I missed printed يعني.
وعندك الكولم اللي على ايدك الشمال دي مش برودكت، دي سموكينج. المساله دي بتقول ايه؟ انه سحب 100 واحد، ال 100 واحد دول صنفهم على علاقتين، educated ونوت educated، ومين فيهم سموكينج ونوت سموكينج، ووصل للجدول ده. رقم واحد كمل الجدول، رقم اتنين جاوب على الاسئله اللي موجوده تحت. المساله دي برضو مهمه، احتمال اسالك فيها. انا متشكر، ويا رب اكون قدرت ان انا اوصل لك المعلومات اللي انا عايز اوصلها لك المحاضره دي. شكرا شكرا شكرا. ولو في اي استفسار حاول تتواصل معايا او تتواصل مع البشمهندسه دينا على طول. شكرا.